ايه الهدف اللي حاطه قدامك وبتحاول توصل له في مشوارك الاحترافي؟ الهدف بالنسبه لي ان انا نفسي العب شامبيونز ليج، دي حاجه من حلمي ان انا العب في شامبيونز ليج او العب فرق من فرق كبيره في اوروبا. مين اللاعب اللي انت بتحس انك دايما موفق عليه وبتعرف تصد منه اكتر من اي لاعب تاني؟ مصري؟ مصري وبره. مصري ممكن اقول لك لعيب موفق عليه كان ممكن اسامة الجزيري لاعب النادي الاهلي. على العكس بقى، هل في لاعب بتحس ان هو حظه عالي عليك او لاعب خطير قوي فمهما مثلا بتقفل زاويه بيلعب في الزاويه الثانيه؟ يعني مين اكتر لاعب بيتعبك دايما؟ اكتر لاعب بيتعبني احمد الاحمر زي كده، واقول لك بقى من الفرق التانية احمد عادل الفرق بتاع النادي الاهلي. فكره ان هو اشول دي اول لما طلع كان الموضوع رخم شويه، وبعد كده ابتدينا نحفظه شويه، بس احمد من اللعيبه يعني اللي ما شاء الله يعني ربنا يكرمهم، وهو الصراحه يعني لعيب جامد جدا وامكانياته كفيرود لا حاجه حلوه جدا. هل في لاعب معين بتكون مقلق وهو داخل يشوط عليك مثلا عشان ايده تقيله او بيشوط كوره صعبه قوي؟ محسن رمضان بكره النادي الاهلي. ايه سر لقب الاونطادي؟ بص هو انا عامه مش عارف السر قوي يعني، بس يعني في ناس غالبا يعني السر ده طلع بعد ماتش سبورتنج نهائي افريقيا مع الزمالك غالبا يعني، لان ما كنتش موفق قوي طول الماتش، وانا عامه ساعات الموضوع ده بيحصل معايا ما بقاش موفق طول الماتش، بس اجي في اخر 10 دقائق تلاقي كده ما تعرفش ليه صديت هنا وهنا وكسبنا الماتش، فغالبا هي دي اللي سموها الاونطا يعني. ايه اكتر بطوله غاليه عليك حققتها؟ اكتر بطوله غاليه عليا بطوله افريقيا مع نادي الزمالك انا نادي سبورت. ايه اكتر مباراه بتحبها لنفسك انت حسيت انت اديت فيها حلو قوي؟ نهائي الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت قدام النادي الاهلي. مين مسارك الاعلى داخل مصر وخارج مصر؟ داخل مصر حماده روبي وحماده النقيب، وخارج مصر جون اسمه ماتياس اندرسون جون السويد. ايه النادي اللي حلمك تلعب له؟ النادي اللي حلمي العب له موبيليه. لو ما كنتش لاعب كره يد كنت تتمنى تطلع ايه؟ مفيش حاجه في دماغي غالبا بتقول لي انا كنت ممكن اطلعها يعني، مفيش حاجه معينه يعني. لو انت ما كنتش حارس مرمى بقى كان ايه المركز التاني اللي تحب تلعب فيه؟ فيرويد. لعبت فتره شويه في الاول كده. مين اكتر لاعب كان نفسك تلعب جنبه بس ما حصلش نصيب؟ في النادي ابراهيم المصري، لكن لعبت مع مصر في المنتخب. ومين احسن لاعب لعبت معاه؟ احسن لاعب لعبته لا في لعيبه كتير، في خالد ويحيى الدرع علي زين واحمد الاحمر، في لعبه كتير جدا يعني. مين اكتر لاعب بتطمن ان هو قدامك في الدفاع؟ ابراهيم المصري ويحيى الدرع وعلي زين. الكوره لما بتكون جايه بتبقى انهي الاصعب، اللي بتيجي من الوينج ولا اللي بتبقى من النص؟ بتبقى اللي في الفاست بريك الانفرادات عامه يعني.